جينا احنا حقيقه هون نهربوا من ضجيج الدشرة، نبغوا نفوجوا حتى ذاك المدن اللي الصخب ديالها عاد ما تيستهوينا قباله. جينا هنا تيه لانه تبارك الله شاطئ جميل مؤمن، فيه الحراسه الحمد لله، فيه الامان، والجو ما شاء الله رائع ما شاء الله. ومن المميزات سبحان الله ديال هذا الشاطئ انه بلاص شوفاج، مازال محافظ على العذريته، مازال تبارك الله الترابو مثلا طبيعيا، مازال تبارك الله يعني نمشوا كاع اصلا الى درجه نمشوا في الحفاء، محافظ على مازالت ما لعبت في يد البشريه، والتلوث قباله ما هو متلوث تبارك الله، نقي ما شاء الله. حقيقه يعني تحس حتى الترك الصغار ما تخاف عليهم، احنا الروسنا نتكون في التراب، تحس انك مثلا منين تقوم تحس انك حمام شمس مع تربه جميله، هذا هو راس الغايه عندنا. هذا شاطئ زين، هذا طريق الطرفيه زين ومحترم، ونلقاو راحتنا فيه ونلعبوا فيه والله، وزين عندنا وزين عندنا هالصيف يا ربي، رانا حامدينك. جينا للشاطئ الطرفيه، البلد يسمى البوره، حقيقه بلد محترم، وبلد حقيقه احنا نرتاحوا فيه النعيمان نجوه، وترتاح فيه التركه، وحقيقه ما قد صبرنا فيه الصعوبه، رانا شاكرين اهل الطرفيه وشاكرين استقبالهم لنا، وعلى اي حال بلد مستنكف وبلد محترم، وهذا هو الغايه من الحياه كاع. رقازي الخي تركته هون الحمد لله، ما في مشاكل ما في اي شيء. احنا هون في شاطئ البوره العليات، اول النهار يقابلوا تركتهم يعوموا ويجوا يقيلوا التركه يتغداوا، وفي العشيه يلعبوا السيق وتعايطوا بيناتهم يجابروا في ذا مكان. هون الحمد لله الشاطئ في البوره الحمد لله زين الاجواء فيه الحمد لله. هذا الشاطئ اللي زينه، الناس تجي من السماره وتجي من هذا وتجي من العيون وتجي من طنطان. هذه الحمد لله النوبة الثالثة وحنا جهور شاطئ البورة، والله ما شاء الله الحال ما شاء الله زين، والأمن ما شاء الله تبارك الله، ما هم محتاج تبارك الله، والحال زين، الرجال الحمد لله اللي في بلد ما شاء الله، والاجتماعات الحمد لله، والحمد لله اللي يلعب ضومين ويلعبوا، واللي يلعب ضامة ما شاء الله يلعبها، والحمد لله الحال، واللي يلعب السيقم واللي يلعبوا ما شاء الله، والدنيا تبارك الله مترحمه ما شاء الله، والحال زين يا ربي حامدينك، وتركهم مولين باش نظلوا نعوموهم ما شاء الله. وحنا مولي الحمد لله بيناتنا الخيام بيناتنا مولي، هذا يجي للذو وهذا الحمد لله جاي من بعيد، واللي جاي من قريب واللي جاي ما شاء الله. جيت لذا المخيم الحمد لله، هون جبرت لي مخيم البورة، هذا زين ما شاء الله، الناس مترحمة بينها، تواصل بيناتها، تسهر في الليل بيناتها، والأمن الحمد لله عندها، ومطمئنين الحمد لله، والناس جاية من كل بلد، من السمارة من طنطان من الأقاليم كاملة. وأنا قاع إن شاء الله وقررت عني الغيبة الجاية إن شاء الله، لين نتم ونجيبوا العائلات تخيم هون ان شاء الله باذن الله.